50 عاما حقق المغرب استقلاله. المغاربة وهم يخلدون هذه الذكرى يستحضرون فصلا من فصول ملحمة العرش والشعب المتجددة، معتزين بأمجادها وانتصاراتها، مستلهمين معانيها وما تحمله من دروس وعبر ومن قيم ومعاني لتنوير أذهان الناشئة والأجيال الصاعدة بإشعاعها وبالمعاني السامية لملاحم الكفاح الوطني. نتذكر أبطال كبار مثل الحداوي، الشهيد الزرقتوني، الشهيد إبراهيم الروداني، شهداء آخرين، الشهيد الراشدي، هذا البطل المغوار الذي رفض وهو أمام كتيبة الإعدام أن تضع على عينيه معصب العينين، يريد أن يبقى ويرى سماء بلاده لآخر مرة. هذا رمز الاستشهاد، هذه رموز كلها كانت يجب على الشباب المغربي أن يعي وأن يبقى وأن يعرف بأن هذا الاستقلال لم يأتي عبثا ولم يأتي سهلا، بل جاء بعد تضحية جسيمة. عزيمة الشعب المغربي ومقاومته الباسلة تحت قيادة السلطان سيدي محمد بن يوسف مكنت من قهر قوى الاستعمار رغم ضخامة إمكانياتها وإرغامها بالتالي على الاعتراف بحقوق المغرب المشروعة، وفي مقدمتها عودة رمز الوحدة جلالة المغفور له محمد الخامس والأسرة الملكية من المنفى والحصول على الاستقلال. 54 سنة مضت على هذا اليوم لينتقل المغرب من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد كان من ثماره الاسترجاع المتدرج لكل المناطق المحتلة، كان آخرها استرجاع الصحراء المغربية. هي إذن ذكرى استقلال تستنهض في هذه المرحلة كل المغاربة لمواصلة العمل في صف واحد للحفاظ على وحدة تراب المغرب وإرادته في التنمية والتحديث.